باتجاهين. الاتجاه الاول هو الاساسي، نحن نحتج على مجرد اعتقال هؤلاء الشابين المريضين، احدهما معاف حركيا بالكامل والثاني يعاني من امراض جسديه معروفه لدى الاطباء. على مجرد الاعتقال نحن نحتج ونطالب باطلاق سراحهما فورا، لان القضيه كما نعلم ونعرف وبحيثياتها لا تستدعي الى اعتقالهما بهذا الشكل التعسفي القمع. من ناحيه اخرى نحن نحتج على المعامله السيئه التي يلقيانها داخل المعتقل، حيث لم تتوفر الظروف الصحيه الملائمه والطبيه لهما داخل المعتقل، ولم يراعوا الجانب الصحي بالذات للاسير المعتقل المعاف. نطالب اولا باطلاق سراحهما، والى حين اطلاق سراحهما لتحسين ظروفهما المعيشيه الصحيه وتقديم العلاج اللازم لهما. نحن بحقيقه الامر اعتدنا على هذه السياسه العنصريه التمييزيه بحق شبابنا، وهي حتى طريقة الاعتقال وخلفيتها هي مصيدة لشباننا، حيث يقومون باستغلال وضعهم الصحي أجل انتزاع اعترافات وهمية منهما، وبالتالي يقع هؤلاء الشابان وغيرهما الكثير من شباننا في مصيدة لا يستطيعون الخروج منها. عليه يجب فضح مثل هذه الممارسات. نحن هنا بالضبط من أجل ذلك، لفضح هذه المسألة وتعري الجوانب الخفية التي يعمل بها الشباب الإسرائيلي ضد هؤلاء الشابين وضد الأقلية العربية القومية في البلاد، ويصطادهما في مثل هذا الموقف. الشباك الآن يحاول أن يحافظ على ماء الوجه. نحن نعتقد، ومن خلال متابعتنا الحثيثة للمحكمة ولحديثنا المستمر وتواصلنا مع المحامي والعائلة، نحن نعتقد كما حصل في السابق سيحصل في هذه المحكمة، سيكون هناك إطلاق سراحهما، لكن بعد أن يتم الحكم عليهما بشكل مخفف، أو يمكن الاكتفاء بمدة. نعم، نطالب بالعدالة لأنهم أولادي معاقين ولم يفعلوا شيئا. مجرد أنهم محادثة على الفيسبوك لا غير، وجاءوا وفتشوا البيت وفتشوا في حوالين البيت ولم يجدوا شيئا. كيف توصف هذه الاتهامات؟ باطلة. هذه الاتهامات مجرد تخيلات عندي. المعاناة تاعت العيلة في ظل الاعتقال؟ المعاناة كبيرة جدا، كبيرة جدا المعاناة، والكل بطلب انني فكوا اثري. الترقب الصحي؟ الترقب الصحي الوضع سيء جدا، وساء في المستشفى. السجن الرملي ما يسمى مستشفى سجن الرملي، لانه الدكتور بقول له محمد، بقول له اطلب صراحي، انا زاد عندي الاشي وضعي سوء، بقول له حتى تموت نطلب صراحك، حتى تموت واعطوه حبه دواء، ضل شربها طول الليل وطول النهار وهو نايم. السجن دبوه، كسروا له الكرسي ودبوه على ظهره وعلى ايده واخذوه، ما نعرفش شو صار فيه. قاعدين نكون المطلوب، يعني بيجين دوار المستشفى، بيجين دوار الدكتور مخصص لهم، مش قاعدين يطلعون بتاتا. اولادي بحاجه للمساعده بالذات محمد. وشو بتقول على التهم الموجهه لهم؟ التهم كلها باطله. ولا
الاولاد يعني تهم يساعدوا الاولاد وهم بدهم المساعده بنفس الوقت. طب ايش ايش انت بالطالب اليوم بالنسبه لوضعه الصحي؟ وضع بالنسبه لوضعه الصحي سيء جدا هناك في السجن، وبطالب من المحكمه او حاكم المركزيه بصراحه بالدار. احنا بنعرف انه خذوا لهم دكاتره مخصصه لهم تمارين مخصصه في الثرابيه، في واحد يعني خصوصا الكمامات